أكيد منع التجوال من الأشياء الإيجابية بك فيما يخص عملنا هو تسهيل حركة مرور الآليات بشكل كبير جدا. خلال لحظات توصل الآليات إلى مواقعها، مزيج الأسفلت يصل بالموقع بالوقت المحدد، ما تواجهنا ازدحامات واختناقات الطرق في التقاطعات. مع بداية الشهر الثالث تم التوقف بجميع الأعمال في هذا المشروع بسبب الوباء المنتشر في العالم. هناك مشاريع الحقيقة تضررت أو توقفت بسبب منع التجوال، يعني لا نستطيع جميعها أن يعني نستحصل على استثناءات، ولا يمكن جميع العمل أن يستمر لأنه راح يكون هناك خرق لحظر التجوال ويكون هناك عمل كبير.